بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء الساعة 9:45 صباحا بتوقيت سياتل، هي ولاية واشنطن. والوقت الآن في مكة المكرمة أو توقيت الجزيرة الآن الساعة 8:15 مساء. أريد أن أتحدث عن موضوعين مهمين جدا. First one, number one, this is about Iran and the nuclear issue. طبعا هذا في السكرتير بتاعي هنا اللي رايح يعني يعمل التايتل له. فقبل ما أبدأ أود أن أعرف على نفسي، أنا الدكتور محمد حسن سعيد، طبيب إخصائي بالأمراض الباطنية، أمراض الشيخوخة وطب الأسرة، بالإضافة إلى دكتوراه في الدولة، دكتوراه الدولة في الطب طبعا الأمراض الوقائية، وماجستير في الصحة العامة والحمد لله. ولكن أهم شيء أود أن أذكره الآن أنه أنا مرشح إلى حاكم ولاية واشنطن هذا العام، وأهم شيء أنه لأول مرة أسست حراك أو موفمنت بسموه حراك الوسط الأمريكي، The American Centrist Movement. ومن يريد أن يدخل في موقعي في الويب سايت اللي هو drsaeed.net بوجد هاي الأشياء، أو دكتور سعيد فور جوفرنر دوت كوم. المهم أنا الموضوعين اللي بتحدث عنهم الآن موضوعين فريش يعني موجود الآن على الساحة، وخاصة بما يتعلق بالمشكلة الإيرانية من ناحية النوكلير. طبعا أنا ضد التسلح النووي في الشرق الأوسط كله، وقدمت مشروع إلى الحزب الديمقراطي هنا عام 1990، يعني من حوالي 22 عام، وهو المشروع يدعو إلى جعل الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل خالي من الأسلحة الدمار الشامل، وصوتوا الحزب الديمقراطي ولأول مرة في تاريخ أمريكا يصوت حزب على هذا الشيء. المهم اللي بدي أقوله، أنا بصراحة مشكلتي مع إيران الآن ليست مشكلة النووية، وإنما مشكلة تأييدهم إلى نظام فاسد حقير همجي هو نظام الأسد، وأنا عندي تجارب مريرة مع هذا النظام وأريد أن أذكرها فيما بعد. ولكن أهم شيء أنه تأييدهم إلى هذا النظام سيسقط كل التأييد اللي استطاعوا يحصلوا عليه في الساحة العربية وحتى في الإسلامية، فشيء غريب يعني مين كيف الأفكار تاعتهم. وأنا بعثت لهم قبل حوالي 4 أو 5 أشهر رسالة عن طريق مندوبهم في الأمم المتحدة، يعني بحذرهم إنه ليس فقط سيفقدوا الشارع العربي كله، وإنما سيعطي المجموعة العلوية اللي هو ضئيل جدا اللي بتأيد هذا النظام وقتل المواطنين، حتعطي حالة سيئة وسمعة سيئة إلى كل الشيعة في العالم كله. فلازم يعني زي الإنسان اللي عنده مرض الجذام، مرض خطير ومعدي، ابتعدوا عنه هذا النظام المجرم. على كل حال أنا بعثت لهم وذكرتهم، لأنه يعرفوني، أنا يعرفوني عندما رحت في أواخر السبعينات من القرن الماضي من شان فك الرهائن الأمريكان، وعطيتهم نصائح مهمة جدا، واجتمعت فيما بعد بهاشم رفسنجاني اللي هو كان the speaker of the parliament، كان المتكلم في البرلمان، وفيما بعد صار رئيس الوزراء رئيس الجمهورية. وذهبت كمان في 1981 في الأوائل 1981 على أساس إنه يبعدوا أمين مشان يوقفوا الحرب ما بين العراق وإيران. وأنا أذكر أنه الرفسنجاني سألني من بدأ الحرب، قلت له العراق،
وهذا أنا ذكرته كمان في ذهابي إلى العراق واجتماعي مع العراقيين المسؤولين. أنا قلت لهم بوجههم أنتم بتجيبوا قضية القادسية أنه قضيتوا على الإيرانيين اللي حاولوا يدخلوا لهذا، يعني إيش أنتم التشبيه التافه هذا بين القادسية اللي من زمان اللي فتحت الإسلام ونشرت الخير والنور، وأنتم بتشبوا الآن معركة الفو مش عارف إيش بالقادسية، جماعة جهلاء. فعلى كل حال أنا يعرفوا، وكل مداخلاتي في الجزيرة في السنوات الأخيرة كنت بدافع عن إيران واعتبرها هي موقع استراتيجي للأمة العربية، ولكن مع الأسف ما ردوا الجواب، وكنت حتى أفكر أني أسافر إلى إيران، وخاصة أنه أنا عندي دعوة من أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات عن طريق واحد شخصية كبيرة هناك، عندما قرأوا في موقع في الإنترنت اجتماعي مع محمد بهشتي، كان هو إمام مدينة هامبورغ، الجامع إمام الجامع في هامبورغ في ألمانيا، واجتمعت معه، وكان فيما بعد هو رئيس، أصبح رئيس الحزب الإسلامي هناك، واغتالوه جماعة مجاهدي الخلق. المهم أنا بحاول أبين أنه ليست هي الطريقة السيء النووي الموجود اللي بحاولوا يعملوا له يعني شيء كبير جدا، خاصة في دول السعودية والإمارات والغيرها. أنا بقول لهم يا جماعة إذا كان أنتوا بدكم إيران وهذا، ليش ما تروحوا على إسرائيل؟ والحقيقة أنا لهذا الموضوع في الوقت الحاضر مهم جدا جدا، لأنه جاء في الأخبار أنه إسرائيل سكرت مؤقتا اللي هو المفاعل النووي الموجود في ديمونة، بسموها ديمونة في النقب. هاي أكبر فرصة الآن مشان يعرفوا بالعالم كله، لأنه هنا بغطي الإعلام على هاي الأمور كلها، بغطي فيها في أمريكا، بجوز ينشروها في إسرائيل وكذا، هنا في أمريكا بغطوها. ليش؟ لأنه الإعلام هنا في أمريكا مسيطر عليه الصهيونية، اليهودية الصهيونية، وهذا شيء هأوضح فيما بعد. المهم يجب حالا على الأردن والفلسطينيين اللي هو الهيئة الفلسطينية أو السلطة ومصر والسعودية يقدموا إلى الأمم المتحدة حالا، هناك في مخاطر نووي، إشعاع نووي يخرج من هذا المفاعل النووي، وهو من أقدم المفاعل الموجودة على سطح الأرض، هذا بنوه في الخمسينات من القرن الماضي بمساعدة فرنسا أيامها. الآن إذا تحركوا عن طريق البيئة ممكن أن العالم كله يعرف، وخاصة في أمريكا، أنه إحنا بنيجي من ناحية بيئية، هذا إذا صار فيه خلل معناه الإشعاع إذا كان خاص الرياح وإلى آخره ممكن تهب على مصر، ممكن تهب على غزة والمناطق اللي هناك الفلسطينية، وعلى إسرائيل نفسها، وممكن تهب كمان على الأردن. الآن يقدموا بطريقة، إذا استطاعوا إنه يعملوا هذا الشيء من ناحية عالمية، إنه هذه الدولة الصهيونية المجرمة ليست زي الطفل المدلل اللي بيعمل زي ما بده، إذا استطاعوا الآن بطريقة بيئية إنه يثبتوا إنه لازم يكون هناك إنسبكشن، يعني من وكالة الطاقة النووية تروح تعمل إنسبكشن ويحاولوا يسكروه، نحن ضد إيران بأي حاجة تعمل من ناحية السلاح النووي. وأنا أطالب الآن بالدول العربية الآن أن تتخذ إجراء، لأنه حاولوا من زمان مصر وكذا وإلى آخره ما ردوا عليهم، الآن عن طريق البيئة يا جماعة، البيئة هاي مهمة جدا، هنا في أمريكا أهم شيء عندهم البيئة، تأكدوا تماما. هاي نقطة. النقطة الأخرى أنه دائما قائمين قيامة إيران، بقول لك شيعة ما شيعة، أنا بسأل السعودية نفسها، يا أخي أيام الشاه اللي هو كان قبل هذول الجماعة كان بيعمل إمبراطورية فارسية وحط عليه اللي هو هذا التاج الإمبراطوري مش عارفين، أنتوا ما حكيتوا ولا شيء، ساكتين كنتوا، والآن بعد ما أجى الخميني وجاب هاي الأمور كلها عملتوا قضية كبيرة للشيعة. طبعا أنا لا أؤيد المغالاة من الشيعة من ناحية سبهم في الخلفاء الراشدين وسيدنا عائل وستنا عائشة رضي الله عنها وإلى آخره، طبعا ورغم أني لم أسمع منهم على الإطلاق، أنا عندما كنت في إيران عدة مرات، مرتين يعني، أنا صليت معهم في الجامعة
هناك صلاة الجمعة وإلى آخره. وأنا سني، أنا سني ومن المذهب الشافعي إلى آخره. ولكن لا تعملوا قضية الفزاعة هاي الشيعة ما الشيعة. وبعدين بصراحة الشيعة مظلومين في الدول العربية، مظلومين بالسعودية، مظلومين في البحرين وهم الأكثرية. هذا شيء واضح، يجب أن نكون المواطنين كلهم متساوين. أنا بعرف في المنطقة الشرقية لأنه أنا أبوي تزوج من هناك وعندي إخوان الآن وخوات إلى آخره. إذا كان بتزوج، إذا كان واحد واحد شيء واحد سني تزوج من واحد شيعي ما بيعملوا شيء. أما إذا واحد سنية تزوجت من واحد شيعي بروحوا بيصلوها بالغصب، أو بيجي القاضي بيصلهم عن بعض بيطلقهم. هذا لا يجوز بالنسبة لي. وعلى كل حال أنا أرجو إنه هاي الرسالة أي واحد يوصلها يبعثها إلى كل أنحاء العالم العربي بالذات والعالم الإسلامي، وخاصة لإيران ولحزب الله. مع الأسف حزب الله، رئيس حزب الله اللي هو فضل الله، كان يعني من أكثر الناس شعبية في العالم العربي، من أكثر الناس، خاصة بعد حرب ضد الصهيوني والآخر. الآن انقلب، الآن على رأسه العادل الآن. ليش؟ لتأييده لهذا النظام الفاسد، هذا النظام المنحط الهمجي. يا جماعة أنا بديش أحكي هلا، هذا النظام السوري أنا خابره. واحد كان عندي في إسبانيا، كوننا اتحاد الطلبة المسلمين في إسبانيا، وهو كان من الناشطين معاي، يعني اسمه نزار الصباح. بعثوا الشبيحة ومجموعتهم إلى برشلونة، اغتالوا ورجعوا على طول. شيء آخر، في شهر آذار 1976 أنا كنت في زيارة إلى الأردن مع حاكم ولاية داكوتا الشمالية، أيام كنت في داكوتا الشمالية أو نورد داكوتا، فبدي أتزوج. تعرفت على عن طريق أصدقائي على بنات، قلت لهم لا، بدي أروح على درعة مشان أشوف بنت الأستاذ بتاعي، هو كان من بورين الأصل يعني، وأنا طبعا بوريني. فروحت هناك، كنت بروح وبدخل يوميا لمدة 3-4 أيام. آخر يوم قبل آخر يوم رحت هناك ودخلت على الحمامات على الحدود، وجدتها من أوسخ ما يمكن، الأوساخ وبعيد عنكم الخرى والأشياء كلها فايضة يعني. فروحت على الحاكم المسؤول هناك على البلدية، قلت له يا أخي هاي فضيحة إلى سوريا أمام العالم كله. طلع واحد جاي بده يدخل سوريا وروح يشوف المناطق، جاب المساعد تاعه، أنا قلت لك روح، هذا مش عارف إيش، صار يعتذر يعني إنه هو أمر إنه ينظفوا هاي الأمور وإلى آخره، وهو كذاب. ثاني يوم سألني ليش جاي هنا، قلت له أنا في عندي عروس بكرة الزواج إن شاء الله، جاي أخذها وأجيبها على الأردن. تصوروا ثاني يوم جاي العروس مصمودي مشان أروح أجيبها، ومع ذلك وجدت اسمي الآن على الحدود، هو حطه على الحدود، ممنوع أدخل على الإطلاق. والكو يا جماعة أنا بس أعطوني ربع ساعة بدي أروح أجيبها وأرجع، قالوا لا يمكن. تصور الحقارة بتاعتهم، مجرد انتقاد بس إلى آخره. فالمهم اضطريت أني أرجع، ومن الرمثة اللي هي بعيدة حوالي 5 أو 6 كيلو عن درعا، اضطريت أني أتلفن لأمريكا، وأمريكا يخبروهم إلى زوجتي إلى عروستي أنه الدكتور ما بيستطيع يدخل، ولذلك جابوها من درعا، جابوا لي خالة رحمة الله عليه، جابها هناك إلى الرمثة وتزوجنا. وكان حتى معي سيارة خاصة من الحكومة بصفتي كنت ضيف على الحكومة مع حاكم الولاية. ولذلك أنا أقول اللي بده يدخل في موضوع الويب سايت بتاعي يدخل يا جماعة. وبعدين أنا ملقب أكثر شيء في الدول العربية هناك بيعرفوني بالبوريني، أنا إذا بتتذكر أنا دخلت في الاتجاه المعاكس عدة مرات ومداخلاتي وإلى آخره. وأقول قولي هذا والحمد لله.